مشاهدي عين ثالثة على القناة السعودية، حياكم الله في هذا اللقاء. الثقافة هي مرآة الشعوب، حيث تكون الثقافة يكون الحوار ويكون التعايش. ضيفتنا في هذه الحلقة جاءتا من باريس، ونحن نعقد معهما هنا على مائدة عين ثالثة مشروعا ثقافيا حواريا، ونمد معهما أيضا جسورا لمواضيع عديدة. في الجزء الأول من هذه الحلقة تقول ضيفتنا في مقالها الذي نشر في صحيفة عكاظ: لفت انتباه ضيفتنا في معرض الكتاب جدارية كبيرة يبث فيها صور لجنود يرابطون على الحدود الجنوبية السعودية، كما تعرض أيضا هذه الجدارية في معرض الكتاب صور لدبابات تجول في الوديان والشعاب في الصحاري والتلال. في المقابل كانت هناك أعناق لشباب في عمر الزهور تتوثب وراء الخنادق مرابطة لحماية وطنها. استوقف الضيفة هذا المشهد وهذه الثنائية الجميلة ما بين الثقافة والحرب في معرض الكتاب. دعونا إذن نرحب في الضيفة الأولى من هذا اللقاء، الأستاذة أسماء كوار، مديرة مشروع مجموعة نساء حبر الشرق في باريس. حياك الله معي ضيفتنا الكريمة الدكتورة أسماء. مرحبا ميسون، وأشكرك على الدعوة. حقيقة شكرا لك لهذا المقال الجميل الذي عبرتي عنه حول قضية المملكة العادلة في الجنوب، أيضا جمعتي بين جسري الثقافة والحرب. قلت أن الثقافة ترياق للحروب، كيف هذا ضيفتي الكريمة؟ شكرا ميسون. مقالي جاء كما ذكرتي بعد أن حضرت الافتتاح الرسمي لمعرض الرياض الدولي، وكانت أثناء الافتتاح تعرض على شاشة كبيرة شريط أو فيلم يعرض دبابات وجنود يرابطون خلف الخنادق. فلحظتها استوقفني هذا المشهد صراحة، هل يمكن للثقافة أن تعانق الحرب؟ هل يمكن للكتاب أن يحضر في حضرة الرشاش؟ هل يمكن للصوت الرصاص أن يعانق حفيف الورق على رفوف معرض الرياض؟ هل تذكرت لحظتها واستحضرت روائع الأدب الكلاسيكي التي تناولت فعلا الحروب أو تناولت قصص حربية، وعرضت التظاهرات الكبرى عبر التاريخ وفي مختلف الدول الحرب وعانقت الثقافة الحرب. طبعا تسألينني كيف عالجت هذه الفكرة، لأنه صعب أنك تقنع القارئ أو صعب أنك تقنع الإنسان بفكرة أن الثقافة يمكن أن تكون ترياق للحروب أو تتقاطع الثقافة مع الحرب. ولكن هذا ما أود أن أسألك إياه أستاذة أسماء، الثقافة في زمن الحرب كيف تكون دافعا، وأيضا كيف تكون دافع للإصرار في هذا الزمن؟ دعيني أقول لك شيئا ميسون. السياق السعودي الآن هو سياق حربي بامتياز على أكثر من جبهة. المملكة العربية السعودية مستهدفة على أكثر من جبهة، وأبسط مواطن سعودي يدرك ذلك. فلا يمكن فصل الثقافة عن الحرب، لا يمكن فصل حياة السعودي اليومية عن ما يحدث على جبهات حدوده، فسواء بالنسبة في المناسبات الاقتصادية أو الثقافية أو حتى الاجتماعية. دعيني أذكرك والمطلعون على الأدب الكلاسيكي تاريخيا يدركون أن أكبر الروايات عانقت الحرب. أكبر الروايات مثلا في مهب الريح سكارلت التي كانت بطلتها، سردت الحرب في أدق تفاصيلها، وهذه الرواية بالذات نالت شهرة عالمية وحولت اقتبست إلى فيلم نال أكبر الجوائز. دعيني أذكرك بمشاهد أخرى، الكثير من المشاهير مثلا ديغول
كان مرشحا لجائزة نوبل، البريطاني ويستون تشرشل نال جائزة، أقول نال جائزة الأدب ولم ينال جائزة السلام. نعم. مثلا نوبل للسلام، هناك يعني تاريخيا في الأدب الكلاسيكي هناك علاقة وطيدة بين الثقافة والحرب. أتذكر مقولة أو نظرية المنظر الألماني الذي حكى عن علاقة الثقافة، علاقة الثقافة بالحرب، أو كيف يكون، كيف تكون الصراع الحرب تكون في أصل، أو كيف تكون الثقافة في أصلها حرب وصراعات، لحد أن ذهب إلى القول أن الثقافة هي في الأصل حيوان بري يجب أن يروض حتى يستأنس. جميل. وهذا يعني هذه الجملة وردت في مقالك، يعني أنت حضرتي لتري مشهد الثقافة بينما هناك جنود مرابطون حماهم الله وأعادهم إلى أهلهم سالمين، هو وضع قائم هذه الحرب التي تشد أوزارها، إيران التي يعني تعيد في المنطقة فساد وتتدخل في الشؤون الداخلية للدول، كان لابد أن يكون هناك عاصفة حزم جاء بها ملك البلاد سلمان بن عبد العزيز حفظه الله لردع هذه الأطماع، ونحن نرى في المشهد المقابل الأمن والاستقرار في المناطق الأخرى في المملكة حيث تقام هذه الكرنفالات الثقافية عنواناً للسلام ولهذا المشهد. حقيقة تحدثنا وأتيت ببعض المشهد الغربي وبعض الأسماء التي أثرت فينا كعرب، كيف يمكن أن نتحدث عن حضور المثقف العربي في باريس وأنت آتية من باريس بكل هذه الثقافة وبكل هذه المحبة لوطن المملكة العربية السعودية؟ فعلا الزخم الثقافي الباريسي وحضور النخب العربية بشكل ملحوظ على الساحة الباريسية في السنوات الأخيرة نستطيع أن نقول أنه حضور مكثف، لكن ليس بالقدر الذي هو مطالب به هذا المثقف العربي. لماذا؟ المثقف أو النخب العربية الكبرى فسحت المجال، تركت المجال والساحة لبعض، أقول بين قوسين، المتطفلين. نعم. الذين يسوقون لثقافة عربية ربما لا تمت بصلة للثقافة العربية، ثقافة مشوهة. لا تمت لنا بصلة. فهناك الساحة الباريسية تعوش بجمعيات ومنظمات ثقافية تروج للثقافة العربية، ولكنها في الحقيقة بعيدة كل البعد عن حقيقة الثقافة العربية. لذلك أعتقد أن النخب العربية، خليني أقول، انسحبت نوعا ما من المشهد الثقافي الباريسي. اليوم الفرنسي يريد مفتوح على كل استقبال كل الثقافات، وبالدرجة الأولى مفتوح على معرفة أو يريد معرفة الثقافة العربية. فنحن اليوم مطالبون أكثر ببذل مجهود أكثر لتعريف الثقافة العربية في فرنسا أو في الغرب. هل هذا المجهود هل هذا المجهود يحتم على المثقف نفسه أن يتحرك ليكون حاضر في المشهد، أو يزاحم يعني الثقافة الأخرى المشوهة التي قلتي، أم على المؤسسات الموجودة في باريس؟ نجد مثلا هناك البيت العربي، اليونسكو، بيت الثقافة والعلوم، على من يعني يقع كاهل حمل هذه الثقافة إلى باريس؟ ميسون، المثقف العربي هو اليوم مطالب أكثر من أي وقت مضى أن يكون حضوره واقعيا. لماذا؟ هناك تشويه لصورة العربي في الغرب، هناك طمس للهوية، فبالتالي ليس أعتقد لزاما إجبارا أن تكون النخب العربية حاضرة، ليس فقط في شكل هيئات ومنظمات ومؤسسات ثقافية، ولكن أيضا
في حضور المثقب المثقف أقول عفوا والنخب على مستوى بعض التظاهرات الثقافية التي تنظم في مؤسسات رسمية على غرار مثلا معهد العالم العربي. معهد العالم العربي الذي أصلا أسس ليكون جسرا بين العرب والغرب. هذا المعهد الذي تموله الدول العربية، أكثر الدول الممولة لمعهد العالم العربي المملكة العربية السعودية، المملكة العربية السعودية ودول عربية أخرى. وبالتالي نلاحظ أن المثقف العربي غائب في هذه التظاهرات الثقافية، ولو أنه في الآخرة في الآونة الأخيرة كان هناك أو نجد هناك نشاط نوعي في معهد العالم العربي. نعم، إذا تحدثنا عن الترجمة، الترجمة ناقل لثقافات الشعوب، وعرفت منذ يعني عصور مبكرة في العصر الإسلامي، نقلت ترجمة لابن المقفع وحكايات ألف ليلة وليلة وكليلة ودمنة. الترجمة اليوم ما موقعها؟ كيف نقلت الفكر العربي إلى الساحة الباريسية؟ الترجمة ربما هي العامل أو أراه التشالنج الذي يراهن عليه العرب اليوم لنقل نصوصهم، وأعتقد أن باريس هي قبلة النصوص العربية. ويعني حسب الإحصائيات الأخيرة تدل على أن بعد اللغات المترجمة الإنجليزية العربية قبل اللغة الصينية وقبل لغات أوروبا الشرقية الأخرى. هذا يعني جميل، يعني شيء مبشر بالخير. نعم، دكتورة أسماء. وأكبر دور النشر أستطيع أن أذكر لك خمس دور نشر: غاليمار، غراسي، لغمتون، لوسي، إريك بوني، حبر الشرق. كل هذه دور النشر هذه تسعى لاستقطاب نصوص أدبية فكرية وأدبية روائية أقصد. لماذا تهتم دور النشر؟ يعني وجدنا هناك اهتمام من دور النشر بالترجمة من العربية إلى الفرنسية. دور النشر هذه هي سعت إلى المثقف الأديب سواء نثرا أو شعرا، ما سبب هذا الاهتمام دكتورة أسماء؟ نحن في سياق اليوم عولمي، سياق يبحث عن تعريف بكل الهويات وبكل الثقافات الموجودة في العالم. العرب اليوم متهمون في أشياء كثيرة. العرب اليوم متهم بالإرهاب، متهم بالتطرف، متهم بكره الآخر. فلا يمكن أن نزيح هذه الصورة المنمطة عن العربي إلا بالترجمة. وأكثر دور النشر التي تترجم النصوص العربية اليوم هي مسؤولها لا يتقنون العربية، لكن عن طريق المترجمين استطاعوا أن يستقطبوا النصوص العربية المهمة التي تبرز هوية العرب، التي تتعرض لمواضيع مهمة، التي تميط اللثام عن بعض ما وصفت به مجتمعاتنا. لكن بالمقابل هذه الترجمة لها سلاح ذو حدين. نعم. هناك بعض دور النشر من تسعى لاستقطاب بعض النصوص التي تسيء ربما للمجتمع العربي. نعم، النشاز الذي تسيء للمجتمع العربي. بين هذا وذاك، كيف يمكن للقارئ الفرنسي أن يميز ما بين النصوص المترجمة بشكل سلبي وتلك النصوص الحقيقية الإيجابية؟ كيف تصل الرسالة إلى القارئ الفرنسي، وبخاصة هناك يعني قراء نهمون في فرنسا؟ فعلا ميسلون، القارئ الفرنسي نهم، والقارئ الفرنسي صعب المراس. يعني لا يمكنك أبدا أن تقنع قارئ فرنسي برواية موضوعة على رفوف مكتبات. دور النشر الفرنسية، وأنا مديرة مشروع للترجمة من أكبر المشاريع لترجمة النصوص العربية، يتوخى الحذر في اقتناء الرواية وفي اقتناء عنوان موجود على رفوف المكتبات. لا يمكنك أبداً
أن تضعي رواية مترجمة على رف وتضمنين أن هذه الرواية ستلقى رواجا. لذلك القارئ الفرنسي ربما ضالته أو مرشده هو الصحافة، ما تكتب الصحافة عن تلك الرواية، لأنه هو يستند إلى ما كتبت. مثلا أعطيك مثال، الرواية الحائزة مؤخرا على جائزة الجونكور للمغربية ليلى سليماني، لم تكن هذه الرواية معروفة عند القارئ الفرنسي إلا لما حازت عن طريق الإعلام أو الجائزة، إلا لما حازت على الجائزة وكتب عنها الإعلام. والقارئ الفرنسي لم يقتني رواية ليلى سليماني إلا لما كتب عنها الإعلام. أعطيك مثال آخر، رواية لمثلا إلياس الخوري، القارئ الفرنسي لا يقتني الرواية إلا إذا قرأ عن إلياس الخوري وما كتبه الإعلام. رواية أخرى، أمين معلوف على سبيل المثال حاز على شهرة واسعة بفرنسا، أمين معلوف بل كتب رواياته باللغة الفرنسية، نعم، وترجمت إلى العربية، أمين معلوف يكتب بالفرنسي وترجمت إلى العربية، صحيح. لكن أنا أتحدث عن النصوص التي أصلها كتبت بالعربية وترجمت إلى الفرنسية. فالقارئ الفرنسي صعب أنك تقنع القارئ الفرنسي برواية معينة وبأن هذه الرواية تحوز إعجاب القارئ. ونحن نتحدث عن القراء الفرنسيين، دعينا نتحدث أيضا عن مواسم الثقافة في فرنسا. عندكم حدث مهم في سبتمبر، هو الموسم الأدبي في سبتمبر في فرنسا، وهو حدث وطني حقيقة، تبرز مئات العناوين الجديدة. يشهد هذا الحدث في الحقيقة يعني عمليات النشر الفرنسية التي تستجيب لأذواق القراء المتنوعة، ويكون هناك انفتاح على الثقافات الأخرى في خضم النشر الإلكتروني والنشر الرقمي. ما زالت هناك انجذاب كبير وبنسبة كبيرة للنشر الورقي في فرنسا. في الحقيقة هناك موسمين أدبيين، هو الدخول الثقافي أو الأدبي الذي يكون في يعني يتم اختتامه في شهر ماي، والدخول الأدبي المعروف الذي يكون في شهر سبتمبر. نعم، هذا الدخول يتم من خلاله عرض كل جديد الساحة الأدبية الفرنسية، يعني كل دور النشر ملزمة أن تطلع الليست القائمة تبع الروايات التي ستصدر في مثلا 2017، وبالتالي هي مجبرة أيضا بالكوميونيكيشن على بالإصدار معلومات عن الرواية الصادرة، وتبقى الرواية الورقية أو تبقى الكتب الأدب الورقي هو المسيطر على القراء. يعني صحيح أنه الكتاب الإلكتروني توسع وأخذ حيز شاسع عند من المقروئية، لكن تظل المقروئية الأكثر للكتاب الورقي، يظل الكتاب الورقي هو سيد المساحات وسيد الساحة أو المشهد الثقافي. الفضاء الإلكتروني اليوم ووسائل التواصل الإلكتروني من تويتر وغيرها، أيضا الكتاب الإلكتروني، هل أثر هذا سلبا أو إيجابا على النشر الورقي في فرنسا أو الإقبال على الكتب الورقية؟ يعني لحد ما هناك دور النشر تشتكي من هذا الجانب. أنتم كدار نشر خبرين عن تجربتك في هذا المجال. الآن مثلا في دور نشر عندها تعاقدات مع مواقع إلكترونية أو شركات إلكترونية مثل أمازون مثلا، لعرض الكتاب يعني PDF في الموقع. فبالتالي إذا كان هناك عقد بين دار نشر وبين الشركة التي تروج للكتاب إلكترونيا، فهذا لن يؤثر على مبيعات الكتاب. لكن في معظم الأحيان نجد أن هناك
يظهر الكتاب في شهر سبتمبر، تجديه على مواقع الإلكترونية يحمل ويقرصن في شهر أكتوبر. يعني هذا الشيء يؤثر فعلا على دار النشر وعلى انتشار الكتاب. لا، مثل ما قلت، له سلاح ذو حدين. ممكن أن يصل في بلد لم يصل فيه الكتاب، فيمكن أن يقتنيه القارئ من موقع إلكتروني. نعم. لكن ممكن أيضا أن يؤثر على يعني أرباح دار النشر، لأنه الكتاب لما يكون مقرصن خلاص يعني انتشر بشكل كبير. نعم. في المكتبات. وبالتالي أعتقد أن ظاهرة المواقع الإلكترونية أو شركات بيع الكتب إلكترونيا إذا كانت مقننة وتخضع لقوانين فلا بأس بها، لكن إذا اتجهنا نحو القرصنة فهذا يضر. ماذا عنيتي هنا بالقرصنة؟ يعني أخذ الكتاب وتحويله إلى كتاب إلكتروني؟ يحمل الكتاب من طريقة غير إلكتروني. نعم. بطريقة غير مشرعنة، ويوزع على ينتشر على مواقع الإلكترونية ويصبح. نعم. في متناول الجميع، يعني. نعم. خارج حدود فرنسا. القارئ الفرنسي ما زال مقتنع بأنه لازم يشم رائحة الورق. هناك حميمية حقيقة للكتاب الورقي، فيفضل مثلا في المترو، في 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 الباص، في تجدين أنه يحمل كتاب ويقرأ. ولكن في بلدان أخرى التي لم يصلها هذا الكتاب ممكن أن يصلها عن إلكترونيا، يقرصن. نعم. من مواقع إلكترونية ويحصل عنه، وبالتالي يفقد المؤلف حقيقة ودار النشر حقوقه المالية بهذه الطريقة. تماما. حتى أن دور النشر مثلا إذا نشر كتاب في باريس وقرصنا في تونس أو في الجزائر أو في المغرب أو في المملكة، فدور النشر يعني تقول لك انا ايش تبي اعمل، يعني ماذا سافعل. نعم. بالكتاب بما انه موجود على. نعم. المواقع الإلكترونية. ما اننا نتحدث عن الترجمه، حضرت جائزه خادم الحرمين الشريفين عبد الله رحمه الله للترجمه في نسختها الثالثه في باريس، ونتحدث ايضا عن الجوائز كتارة. ما علاقتكم بجائزه كتارة وخاصه انتم يعني ذراع مهم في، نود أن يعني نخبر السادة المشاهدين عن هذه الجائزة في نسختها الفرنسية. أنا أنتمي إلى دار نشر، أو أنا كنت صاحبة مشروع ترجمة نساء خليجيات وعربيات، نساء من المشرق العربي بشكل عام، روائيات، كاتبات، إلى اللغة الفرنسية، وسمي المشروع ب نساء حبر الشرق نسبة. جميل. إلى دار النشر. ترجمنا لسعوديات، وكان مشروع ترجمة بعض الروائيات. هل تحفظي بعض هذه الأسماء؟ أمين الخميس كان. نعم. هي مشروع ترجمة. ترجمنا لرحاب أبو زيد الرقص. نعم. على أسنة الرماح. جميل. وعلى فكرة لقى رواج كبير عند القارئ الفرنسي. نعم. لنا ترجمات لروائيات مغربيات، لنا ترجمات لروائيات جزائريات. بالمقابل ندير أيضا مشروع آخر الذي هو الجائزة العربية، جائزة كتارة للرواية. نعم. العربية، التي انطلقت طبعتها الأولى في 2014، وكان لي الشرف أن أقود المجموعة وأن أترجمها إلى. جميل. اللغة الفرنسية، وحظيت 10 روايات بترجمة فرنسية من أشهر المترجمين سواء فرنسيين أو عرب، وأقود أيضا رفقة دار النشر ترجمة الطبعة الثانية لجائزة كتارة للرواية العربية. جميل. إذن أنتم في مجموعة نساء حبر الشرق. هذا الشرق هو ساحر حقيقة لدول الغرب أو دول أوروبا، ونصوصه أسحر يعني. نعم. ما الذي يجذب يعني القارئ الفرنسي لمثل هذه الكتب، وكيف يمكن أن تتغير الصورة المغلوطة التي أخذت عن المرأة العربية بشكل عام والمرأة في المملكة بشكل خاص؟ أنا أعتقد لا يمكن أن نصحح فكرة
أو صورة القارئ الفرنسي المنمطة عن العالم العربي إلا بلوبي بتكتل ثقافي نخبوي رائد. جميل. على الساحة الباريزية وحتى في دول أخرى. أتذكر هنا أنه بدايات الترجمة في على الساحة الباريزية لم تأتي هكذا سدى. دور النشر أو النصوص العربية اقتحمت أوساط محيط دور النشر الفرنسية بخطة وبتأني وبمشروع فكري، وهو كانت بدايته تأسيس أو تكوين مركز للمفكرين العرب، وهذا المركز هو الذي دفع النصوص العربية لدور النشر على غرار غاليمار، على غرار غراسي، على غرار لوسيد، على دور النشر الفرنسية المعروفة تقصدين المشهورة. نعم، الفرنسية المشهورة تبنت نصوص عربية وقامت بترجمتها وأصبحت في متناول القارئ الفرنسي. ما الذي يقرأ القارئ الفرنسي بشكل كبير؟ ما الكتب الأكثر مبيعا في فرنسا؟ القارئ الفرنسي يقرأ كل ما هو جديد وكل ما يؤسس للعمق، العمق الحضاري، العمق الثقافي، العمق الإنساني. القارئ الفرنسي مثل ما سبق وقلت هو صعب، هو يكتشف ولكنه في نفس الوقت يغربل. نعم. فليس معناه أننا نمنحه نص ربما نشاز هذا النص أنه يقبل به وأنه يقتنع بما عرضه النص، لكنه دائما القارئ الفرنسي يغربل. نعم. إذا يعني الترجمة هي أوعية لنقل ثقافات الشعوب. نرجو أن تكون المواد التي ترجمت أو الكتب التي اختيرت تعكس البيئة الحقيقية سواء للمملكة العربية السعودية أو للعالم العربي عند الآخرين. وأنت ذكرت قضية مهمة، هناك تحد كبير نواجهه في الدول العربية وفي المملكة العربية السعودية بشكل خاص، وأنتم دور النشر لكم الدور الكبير حقيقة في اختيار ما يليق بنشره وتقديمه للقارئ الفرنسي. شكرا. ماذا تقولين للمشاهد عبر القناة السعودية عبر برنامج عين ثالثة بالذات قبل أن أنتقل إلى الجزء الآخر من هذه الحلقة؟ أقول أننا نحتاج في كل لحظة إلى عالم عربي متماسك يدفع الأذى، يدفع المخاطر، لنوحد كلمتنا ولنوحد مواقفنا. الدكتورة أسماء كوار مديرة مشروع مجموعة نساء حبر الشرق في باريس، شكرا لك أن حملت باريس في هذه الحلقة إلى القناة. شكرا. السعودية وبرنامج عين ثالثة. شكرا. مشاهدينا الكرام، بعد الفاصل انتظرونا في لقائنا بالدكتورة كريستينا يوسف القادمة من باريس للرياض. انتظرونا. مشاهدينا الكرام، حياكم من جديد في القسم الآخر من هذه الحلقة، حيث تحضر الثقافة السعودية في باريس من خلال ضيفتي التي أرحب فيها في هذا اللقاء، دكتورة كريستينا يوسف الكاتبة والأكاديمية السابقة. حياك معنا دكتورة. حياك. أشكرك أنا. طبعا الدكتورة كريستينا، أنت اليوم في إطار تجهيز لكتاب تكتبينه عن المملكة العربية السعودية، حدثيني ما سبب هذا الحب أو المحبة للمملكة، وحدثيني أيضا عن إقامتك في المملكة لسنوات سابقة وعملك فيها أيضا كأكاديمية في جامعة الملك سعود كلية البنات في عليشة. أنا سأشرح لماذا أنا بصدد كتابة هذا الكتاب. انطلق هذا المشروع منذ أشهر. Je l'ai présenté à l'ambassade à Paris. قدمته للسفارة السعودية بباريس. L'Arabie Saoudite à Paris. Je l'ai présenté à l'ambassadeur docteur Khaled Al-Ankari.
السفير خالد الأنقري العنقري a tout de suite accepté ce projet et qui soutient الذي رحب بالمشروع ودعم هذا الكتاب et progressivement ce projet s'est concrétisé وقد تجسد فعلا هذا المشروع وهو الآن بصدد الاختتام donc ce projet je l'ai conçu il y a quelques mois هذا المشروع بدأت فيه قبل أشهر. Tout est parti du fait que j'ai vécu une longue période de. وانطلقت فكرة المشروع من كوني. De mère ayant deux enfants et qui. عشت كأم لطفلين. ووجدت نفسي. فجأة بعد تربية الأولاد وبعد أن كبروا وجدت نفسي أنني وجدت بعض الوقت وأنني أحب الكتابة وأحب العربية السعودية فقلت لما لا كتاب يحكي عن المملكة العربية السعودية وفي نفس الوقت لقد عشت تجربة رائدة ومهمة في حياتي في المملكة العربية السعودية فكانت فرصة لي لوصف هذا المجتمع السعودي الذي عشت فيه وليس والذي يعتبر كباقي المجتمعات العربية. Et en même temps, je pense que pour décrire une société telle que la société saoudienne, il est bon de l'avoir vécu. لوصف المجتمع السعودي يجب أن نعيش أو نعيش في هذا المجتمع حتى نتمكن من نقل كل التفاصيل. إذا ما بين إقامتك السابقة في المملكة العربية السعودية وتدريسك في كلية اللغات إلى زيارتك المملكة أو الرياض بالذات. إبان معرض الرياض الدولي للكتاب ما أوجه الفرق أو الاختلاف التي وجدتيها دكتورة كريستينا ما بين تلك الفترة وزيارتك الآن حسنا أزور باستمرار المملكة العربية السعودية وأرى أن هناك تغييرا يحدث في المجتمع السعودي. Ma première visite en Arabie Saoudite date de 1989. أول زيارة إلي ترجع إلى 1989. وقت طويل دكتورة. نعم. Un long durée. Tout d'abord, c'était une visite. كانت زيارة دامت شهر. Touristique. كانت سياحية أكثر. كانت من أجل أسباب خاصة. زرت عائلة لي تقيم هنا بالمملكة العربية السعودية. وبما أنني اعتنقت الإسلام دينا. قمت بزيارة البقاع المقدسة وقمت بعمرة. Ensuite, j'ai eu une très bonne impression. كان لي une sorte de feeling. كان لي انطباع positif. كان لي انطباع إيجابي. J'ai beaucoup apprécié le désert, le contact avec le désert. أحببت كثيرا هذه العلاقة الموجودة مع الصحراء. Et aussi avec la population. ومع الشعب أيضا. C'était très positif. كانت زيارة إيجابية. Bien sûr, quand on arrive en Arabie Saoudite en tant que touriste, on ne voit pas les difficultés, on ne voit طبعا, pas les vraies عندما نصل إلى المملكة العربية السعودية كسائحين لا نرى الصعوبات ولا الجوانب في المجتمع السعودي. J'en avais gardé un très bon souvenir. C'est pour cette raison qu'en 1996. انطباع جميل جدا ولذلك في 1900 97 قبلت عقدا مع الجامعة للملك سعود بالرياض
ayant obtenu un doctorat en linguistique. باعتبار... J'ai donc enseigné le français à la linguistique. باعتباري حاصلة على دكتوراه في اللسانيات. درست في قسم اللسانيات لمدة 3 سنوات. J'ai vécu للبنات طبعا. En immersion totale dans un compound. عشت بين السعوديين بتأقلم. إذا وجدت نظرة أخرى لمستيها بنفسك للمجتمع السعودي غير تلك النمطية ربما التي كنت تسمعين عنها. نعم. Alors évidemment à cette époque hein, de 1997 ومسرورة بهذه التجربة لأنها تجربة جديدة ومختلفة عن مجتمعي الفرنسي ولكن في نفس الوقت عشت تجربة ثرية لأنني عشت مشاكل باعتبار امرأة وأم لطفلين لوحدنا وبدون زوجي بدون حضور زوجي معي Donc j'ai vraiment vécu des difficultés mais en même temps عشت بعض الصعاب ولكن أعطتني الكثير من التجربة الثرية فهمت العقلية السعودية إذا أنت عشقت هذا المجتمع عشقت طرق العيش أيضا كانت هناك لك عاطفة قوية بالصحراء وب أمور أخرى فعلا كان أمر غريب لكن هذا فعلا أحببت ذلك ولم أدخر جهدا لكي أتأقلم مع هذه مع المجتمع السعودي فعلا لتكون مسلما وتتحدث بالعربية جعلني أتجاوز الصعاب أو الحواجز اللغوية وأنت تعرفين بعض يعني المفردات العربية تتقنينها قليلا تتكلمين اللغة العربية قليلا نعم أستطيع نعم ماذا تريدين أن تقولين للآخر عبر كتابك الذي تؤلفيه وما هو عنوان هذا الكتاب sur la société saoudienne et quel est son titre Donc j'ai pensé au titre suivant la société saoudienne n'est pas une société à part فكرت في العنوان التالي المجتمع السعودي ليس مجتمعا على الحياد نعم D'après mon expérience, donc vécue, ce que je voulais c'est que lorsque j'ai dû rentrer au bout de 3 ans, c'était pour ma volonté. J'ai su ce que c'était que le choc des cultures. فهمت ما معنى صراع الثقافات أو تصادم الثقافات صدام الثقافات في مجتمع الفرنسي فشعرت بالغربة في بلدي ولحد اليوم géographiquement parlant je suis en Paris أنا موجودة في باريس ولكن ذهني أنا موجودة بالسعودية. ولهذه الأسباب احتفظت بالتواصل مع المملكة العربية السعودية وقد رجعت للمملكة لأصوم رمضان بها. وأديت العمرة والحج. الحمد لله. الحمد لله.
وفي نفس الوقت عندما تحتاج إلي طالبة سعودية بباريس وتطلب مساعدتي أقبل بسرعة. حقيقة نحن نشكر الدكتور خالد العنقري الذي كان يعني قدم المساعدة لك لهذا الكتاب ولتكونين أيضا اليوم بيننا في المملكة العربية السعودية. هذا الكتاب أود أن أسألك السؤال الأخير، هل طبعا هو باللغة الفرنسية نظرا للغة التي تجيدينها، لكن هل سيكون له ترجمة إلى اللغة العربية ليصلنا وتصلنا أفكارك ومشاعرك؟ اليوم فعلا هذا ما أتمناه، أن يترجم الكتاب إلى العربية ليصل إلى القارئ السعودي. ويمكنني أشرح لكم ببعض الكلمات المحاور الرئيسية في الكتاب. طبعا هو موضوع شاسع، ولكن سنلخصه فيما يلي. أنا أتحدث عن مجتمع له تاريخ ماضي عريق وتاريخ قوي. تاريخ المملكة لا يبدأ باكتشاف البترول. Des recherches récentes archéologiques ont permis de حفريات مكتشفة مؤخرا دلت على أن مواقع أثرية، أن تبوك هي الأخت التوأم للبترول، بترا للبترا. Et que donc je veux aussi décrire une société qui est imprégnée d'hospitalité. ومجتمع له من الضيافة وقبول. إذن كل هذه الأمور بإذن الله سنقرأها في كتابك وفي النسخة المترجمة إلى العربية بإذن الله، ونحن توقون فعلا لنراه قريبا في المكتبات العربية. ما أريد أن أضيفه، لا يمكنني أن أو لم أعرف أبدا ضيافة مثل ضيافة المملكة العربية السعودية. يجب أن على الشعوب الأجنبية الغربية أنها مجتمعات كباقي المجتمعات، ممكن أن تكون لها خاصية نوعا ما، فالحداثة تعايش أو تتماشى مع المجتمع المحافظ، ولكنه مجتمع مفتوح على العالم وعلى المجتمعات الأخرى، فالعلاقة الفرنسية السعودية جيدة. نعم. إذن نحن نشكرك دكتورة كريستينا يوسف الكاتبة وأكاديمية سابقة في جامعة الملك سعود، نشكرك على كل هذه العواطف الرائعة، على الصورة الإيجابية التي رأيتها بأم عينك، على حضور الثقافة السعودية بعيون باريسية. شكرا لك، شكرا لك دكتورة. طبعا مشاهدينا الكرام، كانت المرأة حاضرة في هذه الحلقة، المرأة الباريسية التي تحدثت عن الترجمة وأهميتها في نقل الثقافة العربية إلى الآخر، وأيضا عبر الدكتورة كريستينا يوسف تحدثت عن تجربتها في المملكة العربية السعودية. وسنقرأ قريبا بإذن الله ما كتابها في سواء باللغة الفرنسية أو مترجم إلى اللغة العربية. شكرا لكم.